تجاوبت وزارة العدل مع قضية تنفيذ إخلاء عقار بعد تساؤل مالكه حول إكمال إجراءات إخلائه بعد انتهاء مدة تبليغ المنفذ ضده ومضي 5 أيام على صدور القرار رقم 34. وأعلنت وزارة العدل أن تنفيذ إخلاء العقار يكون بخروج المأمور إلى موقع العقار في اليوم التالي لمضي 5 أيام من تاريخ الإبلاغ بأمر التنفيذ. وقالت يقوم المأمور بتسليم العقار للمنفذ له وله استخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك، وذلك بحسب ما جاء في صحيفة عكاظ.